هذا وقد أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته 30 بيانا ختاميا بعنوان بيان الرياض لمكافحة الإرهاب، أعلن فيه رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية وإدانته للدعم الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن، مثمنا جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة. كما جدد المجلس إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكال أو مصادره، وعزمه على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذلك في مجال الجريمة المنظمة، منددا في هذا السياق بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. كما حث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول المطالبة. وأشاد مجلس وزراء الداخلية العرب بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب في الدول العربية وخاصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال، داعيا الدول إلى الاستفادة من جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف، خاصة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، بالإضافة إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين. كما رحب المجلس بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي، مرحبا بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية في النصف الثاني من مايو المقبل، استجابة لقرار القمة العربية التي عقدت في بغداد بتاريخ 2012 29 من شهر مارس. وحث الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفاعلة في إنجاح المؤتمر. وأشار البيان الختامي إلى أن هذه المواقف لمجلس وزراء الداخلية العرب تأتي انطلاقا مما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإدراكا لما يشكله الإرهاب والتطرف الفكري والجريمة المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واقتناعا من المجلس بأن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه، وتأكيدا على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ.